أقيم في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم قداس احتفالي بمناسبة عيد القديس يوسف، ترأسه قدس الأب رامي عساكرية بحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجمع غفير من المؤمنين. مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوة حضرت القداس وأعدت التقرير التالي. بمناسبة عيد القديس يوسف أقيم قداس احتفالي في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم، حيث وضع تمثال للقديس في الكنيسة مزين ومكلل بالورود والشموع المضاءة. ما أن ابتدأ القداس حتى امتلأت الكنيسة بالكهنة والراهبات والمؤمنين وبأصوات الترانيم التي خصصت للقديس يوسف وبصلوات تخرج من القلوب بصوت واحد لتعلو في الأفق لتمتلئ الكنيسة بفرحة عيد القديس البار، حيث ترأس القداس الأب رامي عساكرية راعي كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم وعدد من الكهنة، والذي تحدث في عظته عن القديس يوسف الذي أطاع الملاك منذ البداية ومن ثم حمل العائلة المقدسة وكان مثال الأب الصالح والحارس والمدبر للبيت الذي نشأ فيه يسوع له المجد، والذي لم يعرف يوماً التعب والكلل أو الملل، وحفظ بمنتهى الأمانة ما عهد به الله إليه، وكان نموذجاً للمؤمنين في الكمال وفضيلة الطهارة، وأن طهارته فاقت طهارة سائر الناس، وكان أباً حنوناً وحافظاً لمريم البتولي، واستحق نعماً كثيرة تفوق كل وصف، أولها أنه شاهد في بيته وبين ذراعيه ابن الله الكلمة المتجسدة. اليوم بنحتفل بعيد القديس يوسف، شفيعنا جميعاً حامي الأسرة المسيحية اللي بنطلب شفاعته حتى يحمي أسرنا المسيحية هون في بيت لحم في العالم أجمع. شفيع قداسته تتميز بالصمت زي العذراء مريم، الصمت اللي بيعطي ثمر قداسة وإيمان لكل اللي حواليه وبيحقق مشيئة ربنا من خلاله لأنه صمت مطيع ومصغي إلى إرادة الله. وتخلل القداسة أيضاً تجديد النذور لراهبات الكلمة المتجسدة، حيث جددت 15 راهبة نذورهن أمام مذبح الرب، وبعدها تمت الدورة للراهبات مع الكاهن. احنا اليوم بنحتفل مع الكنيسة الجامعة بعيد القديس مار يوسف، هو شفيع الكنيسة الجامعة وشفيع رهبنتنا، لانه احنا رهبنتنا اتأسست بيوم عيد القديس يوسف 19/3/1988 بالارجنتين، وعلى وبهاي المناسبة احنا عندنا التقليد انه نجدد النذورات كلياتنا، نجدد النذورات بعيد القديس مار يوسف، وبهاي المناسبة كمان احنا بنعايد على كل الاشخاص اللي حاملين اسم يوسف بجميع اللغات، يوسف، جوزيبي، خوسيه، جوزيف، كل الاسماء، وكل عام وانتم بألف خير. اليوم احنا كرهبانية بنحتفل بعيد القديس يوسف هو شفيعنا، وبدي احكي لكل رهبات الكلمة المتجسدة كل عام وانتم بخير. احنا كمان في هذا اليوم اللي هو تأسست فيه رهبانية الكلمة المتجسدة 31 عام على تأسيس الرهبانية. انا اسمي يوسف، بحب أعيد على كل واحد اسمه يوسف. وفي نهاية القداس وعلى أنغام جوقة الكنيسة وفي صلاة جماعية طلب المؤمنون أمام الثالوث الأقدس شفاعة القديس يوسف أن يبارك العائلات ويحميها ويجعل كل من مر بضيق فرحا ولكل مهموم راحة ولكل حزين سعادة ولكل مريض شفاء. وبعد البركة تقبل الكهنة والراهبات التهاني بهذه المناسبة. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.